متسكنو ولاية سيدي بوزيد أيضا لهم انتظاراتهم من السلطات التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية القادمة. نحن سألنا بعضهم عن هذه الانتظارات فكانت هذه إجاباتهم، نتابع. سيدي بوزيد كل لازم تتحسن بشوي بشوي، مش كل شيء مع بعضهم بشوي بشوي. الاخرات ولونا بالبلاد شويه، النواقص تاع البلاد في التنميه، في التشغيل، في البعثة هذه. ان شاء الله اللي يجي يكون خير، لا اكثر لا اقل. سيدي بوزيد ان شاء الله يتوالهوا بها ويعملوا لها كياسات باهيه، يعملوا لها الماء في الارياف، يعملوا لها الضوء في الارياف. لاني باش ننتخب، لاني باش نشوف جمله شكون اصل الرئيس الجاي، لاني باش ننتظروا حتى حاجه باش تجي جديده. البحث معناتها في التنميه العادله بين الجهات وتشغيل الشباب. الاحزاب هذه ما جي منها شيء، فهمت؟ على خاطر ما شفنا شيء من الثوره، وهي ما شفنا شيء، كان زيادات. احنا نطالبوا من الحكومه الجايه ان ولايه سيدي بوزيد تخص لها ميزانيه خاصه بالبنيه التحتيه باش نجموا وقتا نطالبوا بالاستثمارات ونطالبوا بمواطن شغل. ان شاء الله ربي فهمت لك كل شيء، يربح تونس وينجح تونس.